اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لحضراتكم الصيف بيبقى عباره عن ميركاتو لضم الصفقات الجديده. النهارده كره الطايره سيدات معانا، بنرحب في الاستوديو بالصفقات الجديده اللي انضموا حديثا للنادي الاهلي. بنرحب في البدايه بعلياء هاني، لاعبه طبعا النادي الاهلي الحالي واللي جاءت قادمه من نادي الشمس. اهلا بيك يا علياء. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. بنرحب بمريم ثروت، لاعبه النادي الاهلي واللي جاءت قادمه من نادي الزمالك. اهلا بيك يا مريم. اهلا بحضرتك، منوره قناه الاهلي. شكرا. قولي يا مريم بقى، هنبتدي الكلام من البدايه، يعني ازاي ابتدى الانضمام، يعني ايه اللي حصل، ايه الكلام ابتدى منين، الاتفاق حصل ازاي؟ هو دي ما كانتش اول مره يحصل اصلا اتفاقات نحاول ان انا اجي. الموضوع حصل حوالي 3 مرات، دي المره الثالثه. اول مره انا اصلا من نادي الشمس، وبعدين من 3 سنين رحت نادي الزمالك. اول مره حصل النيجوشيشنز كانت لما جيت مشيت من نادي الشمس ورحت نادي الزمالك. بس كنت وقتها مضيت خلاص في نادي الزمالك، فما كنتش حاضر. مضيت 3 سنين، مضيت سنتين. دي كانت اول مره، بس كان لما كابتن حمدي كلمني كان خلاص، يعني كنت مضيت خلاص. مضيتي تاني مره حصلت بعد السنتين ما خلصوا. بس وقتها كان في مشكله في الاتحاد، كان العقود بتاعتنا ما كانتش مسجله في الاتحاد. فما كانش معايا حاجه تثبت ان انا عقدي خلص. وكنت محتاجه دوكيمنت او حاجه تثبت ده. لا، والاتحاد ما رضيش يعني يديني حاجه، فبرضه ما عرفناش. ودي المره الثالثه بقى. المره الثالثه تبه. طيب، يعني بعد ما نهايه الموسم انت خدت قرار، قلت لا مش هجدد في الزمالك تاني، انا هروح نادي الاهلي. بالظبط. دي كانت رغبتك يعني ولا لا؟ هي دي فعلا كانت رغبتي، سبيشلي زي ما بقول حضرتك ان احنا حاولنا كذا مره وكل مره كانت بتفشل، فكان خلاص بقى كان قرار ان انا. ودي كانت رغبتي من ايام كنت بتلعب في الشمس اكيد، يعني كنت حابه ان الرغبه الاولى ليك النادي الاهلي. سبحان الله، كل تاخير وفيها خير. بس اكيد يعني اللاعبات مش غراب عليك، يعني ايه؟ لا يعني اكيد كلهم زمايلك، بتشوفيهم بتلعبوا في التجمعات في المنتخبات، اكيد اكيد كنتوا مع بعض ومش غريب عليك. بالظبط، يعني انا اصلا كل الفرقه تقريبا كلها يا اما كانوا معايا في نادي الشمس يا اما لعبت معاهم في المنتخب اكتر من بطوله. صحيح. يعني بالظبط. ايوه. ف يعني ما حسيتش ان في حاجه غريبه، بالعكس حسيت ان انا اكني يعني رجعت بيتي تاني. بالظبط، مش حاسه بغربه خالص. هو ده النادي الاهلي. طيب اروح علياء، يمكن انت جيتي من الشمس برضو. يعني يمكن مريم بتلعب بصير. ايوه. علياء بتلعب ضارب مركز 2. جيتي بعد عقدي خلص من نادي الشمس، صح ولا انا غلطان؟ طيب ايه، زي مريم، ايه المفاوضات بدات ازاي او الكلام بدا ازاي؟ ودي كانت اول مره ولا كان في مفاوضات قبل كده؟ لا، هو انا المفاوضات اصلا بدات من وانا عندي 14 سنه. بس ما كنتش بعرف. انت عندك كام دلوقتي؟ 15؟ لا، عندي 22. بس ما كنتش بقى بعرف اخد استغناء او كده. بس بعد ما الرعاية بتاعتي خلصت مع الشمس يعني على طول. مضيتي كام سنة مع الشمس كنتي؟ كنت مضية كام؟ لا، هو أنا سنتين الرعاية بس. الرعاية بعد الرعاية ما جددتش. طيب والكلام بدأ مع كابتن حمدي الصافي، هل كلمك كابتن حمدي؟ هل حد كلمك من المدربين؟ يعني الاتصال معاكي كان ازاي؟ كابتن حمدي كلمني كذا مرة و بس يعني أنا كده كده الموضوع كان سهل عشان كده كده خلاص عقدي خلصان. وبس مضيت على طول يعني. وكان معاكي صورة من عقدك القديم؟ كان معايا. كان معاكي. ومريم انت كانت معاكي صوره من اخر عقد مضيتي مع الزمالك، صح؟ بالظبط. عشان تثبته يعني. لا، انا اخدت استغنى من نادي الزمالك. خدت استغنى ازاي؟ كنت خلاص يعني قعدنا ان خلاص ان انا مش عايزه اكمل. يعني خدت استغنى، انما كان عقدك لسه شغال. يعني كان ناقص لي سنه وبس، كنت خلاص ما كنتش قادره اكمل، وقعدنا واتفقنا ان ده الاحسن ليا. وبس واخدت الاستغنى وبعدها على طول مضيت. غريبه، انا بسمع حاجه كده يعني صعب. ماشي. طيب يعني خلينا نروح يعني العلياء، اكيد الـ 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 النادي الاهلي اول تمرينه ليكي معاهم، زي ما نفس الكلام يا مريم. كلهم صحباتك ولعبت معاهم. اول مره دخلت الصاله حسيتي بغربه شويه او كده، ولا كنت حسيتي انه عادي؟ لا مفيش اي ازمه. لا الصراحه يعني انا كنت متوتره شويه بس من فكره ان المكان هيبقى جديد عليا. بس كفرقه وكده لا، احنا عارفين بعض من زمان قوي اصلا، يعني هم كانوا قريبين مني زي بتوع الشمس بالظبط. فما حسيتش بغربه مع الناس يعني. طب حاسه يعني شايفه الفرقه ازاي؟ شايفه الفرقه السنه دي طبعا فيها تجديد كبير جدا حصل في الفرقه. انتوا ان شاء الله اضافات قويه جدا باذن الله، وهنفرح معاكم ببطولات كتير. شايف الفرقه ازاي؟ حاسه ان يعني عندنا في المنافسه اكيد هتبقى صعبه، ده وضع طبيعي جدا. شايف المراكز، اللعيبه، اللاعبات، في كل مركز عدد كويس من اللاعبات، يعني رؤيتك انت كلاعبه في الفريق شايفها ازاي؟ لا، اوكي كده طول عمر فريق الاهلي مميز قوي في كل المراكز، وعنده اكتر من حد يعني دايما الاساسي زي الاحتياطي كله كويس، مستواهم بجد
كويسين جدا يعني. ماتشات السنه دي هتبقى صعبه شويه طبعا. عشان كل الفرق دعمت ومفيش ماتش سهل يعني، بس لا انا متفائله يعني ان شاء الله. طب هو الدوري السنه دي برضه هيبقى بلاي اوف زي السنه اللي فاتت والكلام كده يعني، هيبقى بتلعبوا يعني ولا هيبقى نفس الشكل؟ اه بس بقينا يعني شبه الهاندبول شويه، ان احنا بقى عندنا بقينا مرتبطين بفرقه ال 14 سنه. طب في مرتبط نتائج بالظبط كده، هاندبول والباسكت عملوا دوري مرتبط يعني، انتوا 14 سنه معاكم في الاول. طيب ده في تطور رهيب في الكره الطائره بصراحه يعني، كل طول عمرنا شايفين الدوري بشكل واحد. طيب شكل الدوري اتحدد؟ هم اللي انا عارفه ان كان في تقسيمه مجموعات، بس هو لسه ما فيش حاجه واضحه لحد دلوقتي يعني. بس اللي انتوا عارفينه يبقى في مجموعات زي السنه اللي فاتت برضو، وتلعبوا المجموعات بتاهل اول وتاني مثلا، حاجات زي كده يعني. ايوه ان شاء الله. طيب هنتكلم عن يعني كابتن حمدي الصافي وكلامه معاكي وانضمامك، وانت طبعا في مركزك في لعيبه كبيره يعني، ايه الشامي ولاعيبه معروف ان هي احسن ضاربه في افريقيا، ده أيوة مش مخليكي مثلا قلقانه شويه انت جايه في مركز حد جامد، ولا ده يا اهلا بالتنافس مش عيب؟ لا بصراحه الموضوع مش مضايقني خالص يعني، انا شايفه ان دي حاجه هتبقى موتيفيشن ليا اكتر اصلا، ان انا لا احسن من نفسي واشوف برضه هي بتعمل ايه واتعلم منها. صحيح. ومن خبراتها يعني. وخلي بالك مفيش لعيب واحد بيشيل الفرقه يعني. مفيش لعيب بيشيل، مفيش لعيب واحد بيشيل الفرقه طول الموسم كده يعني. كده كلنا بنلعب لمصلحه الفرقه يعني، فلا انا شايفه ان ده موضوع هيساعدني. انت بتلعبي اربعه بس، ما بتلعبيش مركز ثاني؟ اثنين في اثنين. انا اسف، اثنين ما بتلعبيش سنتر بلوك مثلا؟ ما جربتيش؟ هي اثنين ضارب. انت ضارب بس يعني، اصل ممكن يبقى في لاعب بيلعب في اكثر في مكان. لا ما لعبتش في حته غير اثنين الصراحه. طيب مريم خليني اجي لك برضه يعني، النادي الاهلي دايما بيعتمد في شغله على المركز الاول يعني، النادي الاهلي بيشتغل عشان داخل ياخد مركز اول، مركز ثاني بالنسبه لنا زي العاشر. ايوه وبيبقى الجماهير نفسها ما بتبقاش راضيه تماما لو حصل اي اخفاق او حاجه، بيدعم الفريق طبعا. شايفه ده ضغط حميد ولا ضغط سيء ان انت دايما مركز اول يا اما بلاش؟ بصراحه مش شايفه انه هو اكيد ضغط، بس زي ما قلت لحضرتك انا اصلا من نادي الشمس، والجيل بتاعي ساره امين وايه خالد وايه شامي وكده، احنا كنا من اول ما واحنا ناشئين لحد الفيرست تيم بتكسب، احنا الاول اصلا. وكان برضو نفس السيستم متربيين عليه يعني، احنا كان حتى مش ما فيش اوبشن ان احنا يبقى اول او لا بالعكس يعني، احنا كان بيبقى فيه كمان تارجت نقط جوه الماتشات وبنتعاقب لو النقط زادت. فده اللي احنا اصلا اتربينا عليه وده اللي متعودين عليه، عشان كده انا كنت اكسايتد قوي اني ارجع للكوميونتي زي اللي انا اتربيت عليها وزي اللي نفس انا المدرسه بالظبط. مش حاسه باختلاف انا هلعب عشان اجيب مركز، بالعكس يعني لما تبقى في اصلا في انفايرمنت مختلفه بتبقى حاسس ان انت دايما مش راضي، ودايما بتبقى حاسس ان لا مش هو ده اللي انت متعود عليه ومش هو ده اللي شبهك يعني. طب انتوا كنتوا بتلعبوا في بطوله افريقيا 2017 لما كسبتونا في قبل النهائي؟ ايوه انتوا الاثنين يعني، انتوا الاثنين كنتوا في البطوله دي. ايوه طب يعني قصدي اقول ان انتوا كنتوا جيل يعني، الجيل بتاعكم في السن ده، وكان مين كابتن يسرى باين رجعت من الاعتزال لعبت معاكم صح؟ في البطوله دي فاكر انا الموضوع ده، وطلعتونا من النهائي وخسرتوا الفاينل. طيب خسرتوا الفاينل ليه بقى؟ زعلتونا يعني، خلاص فرقه مصريه وصلت المفروض تكسب. ايوه يعني خسرتوا الفاينل من صفاقس التونسي صح ولا كان؟ كارتاج. لا كارتاج. ايوه صح. فاكرين ليه؟ لا بصراحه هم فرقه كبيره قوي الصراحه. كنتوا لسه صغيرين. احنا كنا لسه يعني كان عندنا 18 سنه، ف يعني احنا اصلا كنا رايحين مفيش اكسبكتيشنز قوي ان احنا نعمل حاجه، فرق جامده قوي بس. ولا عشان كنت بس هو كان ماتش كويس الصراحه. ولا عشان لعبتونا خمس جيمات فتعبتوا جامد؟ لا لا ولا تعبنا احنا ولا ايه؟ بس انتوا بعديها بعد السنه دي انتشرتوا اغلبكم. يعني السنه دي اللي بعدها كلنا اتفرقنا يعني. كنت يعني في اللي راح الزمالك واللي راح الاهلي، وفي كمان اللي قعد في الشمس. فالجيل ما يعني ما قعدتوش مع بعض السنين دي، في ناس كتيره طلعت. في ناس كتير. طب وفي عندكم تقريبا اثنين طلعوا جامعات صح؟ اثنين ندى ونوره. ندى واثنين اخوات صح؟ توأم ولا توأم صح؟ هم طلعوا جامعات لسه هناك لغايه دلوقتي. لسه هناك. كان برضو نفس الجيل. هي ندى خلاص ندى راحت سويسرا. محترفه هناك، ونوره بتعمل ماسترز دلوقتي. ماستر. فعشان كده انا فاكر الجيل بتاعكم كان حاجه جامده بامانه. بس انتوا كنتوا هنا في 2017 يعني في الدوري كسبناكم قبل ما نسافر 3-0 بقى و3-1. وبعد ما رجعنا. وبعد ايه؟ ولما رجعنا. بس انتوا ما شاء الله علمتوا علينا في افريقيا يعني، ما شاء الله يعني. بس خلينا بعد الرياضه طبعا، ما فيش احنا بنهزر يعني. ولكن خلينا اتكلم برضو على انه النادي الاهلي اتعرض برضو يعني الموسم ده لرحيل اربع لاعبات، ده طبيعي جدا. وده يعني ما فيش مشكله، الاحتراف واللي عايز يعني يمشي اهلا وسهلا، ما فيش اي مشكله خالص، عقده انتهى خلاص. اكيد طبعا ده هيقوي المنافسه.
اكيد. شايفين التنقلات دي ازاي؟ يعني شايفين اللعيبه بتتنقل او اللعيبات بتتنقل؟ شايفين المنافس برضو هل هيبقى بالقوه ان احنا نقدر ان شاء الله السنه دي ناخد، يعني شايفين فنيا ان المنافسه تبقى ازاي؟ هو الدوري السنه دي هيبقى قوي قوي، يعني مش زمالك بس اللي دعم، يعني حتى سبورتنج جايبين محترفه كانت جامده قوي، كانت معانا في الزمالك لو حضرتك تعرفها. كانت معاكم السنه اللي فاتت ولا قبليها؟ ماريا اللي قبل اللي فاتت. فهي محترفه جامده قوي، سبورتنج جابها. جاب لاعبات مصريات كمان ولا ما جابش؟ لا سموحه خد ناس من الزمالك. فكل الفرق بقت بتدعم الدوري ده، فده مش هيبقى بس دوري ما بين اهلي وزمالك، لا يعني هيبقى الفرق التانية الدوري هيبقى حلو يعني بجد، ناس كتير قوي هتبقى مستنياه يعني. طيب والشمس كمان دلوقتي سمعت انه عامل جيل كمان كويس، يعني في لعيبه لاعبات صغيرين طالعين زيكم زي ما كنتوا طالعين صغيرين برضو في الشمس كده. اكيد صحيح الكلام ده. طب خليني برضو عايز اعرف بعض التفاصيل اكتر فنيه، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع صفقات كره الطائره سيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع علياء ومريم صفقتنا اللي انضمت للنادي الاهلي السنه دي في كره الطائره سيدات. يمكن مريم اجيلك، اكيد يعني نظام التدريب مختلف السنه دي، يعني هل نفس النظام بتمرن على فترتين ولا بتمرن على فتره واحده وتبقى ممتده يعني 4 ساعات مثلا؟ احنا الفتره دي بنتمرن يعني فتنس وفولي بس ورا بعض، يعني مش مره الصبح ومره بالليل، هي يعني بتبتدوا مثلا 6 مثلا بنبدا 5 وبنخلص 8 ونص مثلا 8 9 10 الحمد لله ما عندوش مشكله نشوفكم. يعني بتاخدوا الاول فتنس الساعه ساعه ونص وبعد كده فولي بول ساعه ساعه ونص على حسب ميعاد الصاله. طب ده شايفاه مجهد ولا شايفاه الدنيا كويسه والامور ماشيه كويسه؟ لا تمام، يعني هو قريب قوي من سيستم المنتخب يعني عامه المنتخب يعني بيمرن كده في الاول بيبقى كده، بعدين بقى لما بندخل معسكر بيبقى صبح وبعد الظهر. طب انت شايفه علاء ازاي؟ شايفه التمرين برضو على فتره واحده كده بيبقى اريح ولا نعمل صبح وبعد الظهر؟ يعني شايفه ولا انت واخده على النظام ده عادي؟ هو انا واخده على النظام ده الصراحه، بس لا يعني مش فارقه قوي، مش فارقه الاثنين مجهدين بالظبط، المواطنين تعبانين وكده بنتعب وكده بنتعب الصراحه. بس هو يمكن الصبح عشان في مثلا ناس ممكن تبقى بعد كده هتبقى في دراسه، خلي بالك في ناس بعد كده بتشتغل او بتشتغل دلوقتي بيبقى صعب، فهو كابتن حمدي بينقي الميعاد او الوقت اللي ينفع فيه كل أيوة. طب الماتشات اتحددت؟ يعني هل بدات ماتشات ولا عندك خلفيه ممكن ماتشات امتى في شهر 11 10؟ يعني هو ممكن في نص 10 بس ما تحددش يعني لسه، ما حدش قال حاجه. طب وليه ما حددوش المنتخب؟ يعني سوري انا اسف، الاتحاد ما حددش ليه برغم ان ما فيش منتخب سيدات عنده اشتراكات؟ يعني برضه غريبه، كل الاتحادات اعلنت نظام مسابقتها وفي ناس بدات اليد بدا، فغريبه ان الكره الطائره عندهم يعني شويه تاخير في المسابقات، مش عارف ليه السبب. يعني ليه نبتدي 11؟ ده 11 بيبقى دوري مرتبط سله بيخلص. طيب في اصابات دلوقتي معانا ولا الحمد لله الفرقه تمام؟ لا الحمد لله تمام لحد دلوقتي، نمسك الخشب كله تمام الحمد لله. طب قولي لي انت بتبتدي يومك ازاي عليا؟ يعني بتبتدي يومك ازاي؟ بتعملي ايه؟ يعني ايه 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 يعني إيه التدريب يعني بيمثل في وقتك قد ايه؟ بتشتغل يعني بتعملي ايه الصبح مثلا؟ يعني في وقت الجامعه طبعا لا بيبقى انت لسه بتدرسي؟ بتدرسي ايه؟ تجاره خارجيه. طب صعبه برضه، فين بقى؟ في يعني في هي في الزمالك. في الزمالك بس قريبه برضه. الحمد لله الدنيا قريبه، تطلع الجامعه وبعد كده تطلع التمرين. الجامعه تطلع التمرين فالدنيا كويسه يعني الحمد لله. يعني انت جيت الشمس اليوم بيبقى شوق، جيت الشمس قربتي الدنيا كلها بقت في زون واحده يعني الحمد لله. يعني انت لسه بتدرسي، فاضل لك قد ايه دراسه؟ فاضل لي سنه خلاص. فاضل لك سنه، السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طب وانت يا مريم؟ لا انا خلصت. خلصتي جامعه؟ بعدي سنه. بتشتغلي ولا؟ بتشتغلي فين؟ اقول اسم الشركه؟ لا شركة؟ يعني شركه مجالها ايه يعني؟ اتصالات نتورك انجينير. انت مهندسه؟ ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ ليه بس؟ ليه الهندسه دي يعني؟ بصي بس هي حاجه كويسه، ما انا مهندس. بس طبعا بتعاني في الدراسه. طب مين اللي دخلك يعني؟ مين كان رغبته؟ انت؟ بصراحه هو الموضوع كان صدفه قوي بجد. ازاي؟ يعني بص انا عامه يعني المايند سيت عندنا في البيت طول عمرنا متربيين ان الرياضه دي مهمه زيها زي الدراسه بالظبط. يعني مفيش حاجه اسمها اني اغيب من التمرين عشان عندي مذاكره او ااجل مذاكره عشان التمرين. ده فعلا يعني. وبعدين بس انا اصلا كنت عايزه ادخل بزنس، هو ده كان التارجت، وكان التارجت ادخل اكاديميه بحريه برضو علشان البوليسي بتاعت الجامعه بتسبورت قوي الرياضيين. فبعدين بالصدفه في ثانويه عامه بتاعتي سافرت 3 بطولات مع المنتخب، وكان النظام بتاع الدوري بتاعي برضو ان احنا بنلعب ماتشات مجمعه في السويس. تمام. فدي كانت اكتر سنه مهمه في الدراسه وفي نفس الوقت اكتر سنه زحمه في البولي. ماتشات بعيد السويس بالظبط. بس انا كده كده ما كانش فيه بريشر عشان كنت عايزه ادخل بيزنس، وانا اصلا بحب الدراسه قوي عامه يعني. بعدين لما بقى النتيجه طلعت فجبت نتيجه هندسه عين شمس،
فساعتها صدفه. بالصدفه ابدا لا طبعا. يعني هي مش صدفه يعني انا عمري ما كان تارجت اني عايزه ادخل هندسه، بس جبت مجموعة. بس انا ببذل مجهود في الدراسه، متعوده على كده يعني، بطلع من الاوائل في المدرسه او كده. بس على فكره يعني انا اول حد اشوفه كده يعني بيبقى عايز هندسه بيبقى بيذاكر عشان عايز يخش هندسه. لا انا عمري ما كنت عايزه ادخل هندسه ولا اهلي كانوا عايزيني ادخل هندسه. خلي بالك انت عدم وجود ضغط هو اللي خلاك تجيب مجهود. بالظبط. انا يعني هو انا اتعودت اني ابذل مجهود في اي حاجه بعملها يعني. بعدين بقى لما جبت مجموعة هندسة فمامتي هي يعني هو السبب، كان almost مامتي اللي هو يعني دي كانت اكتر سنة زحمة ليكي وانتي شاطرة وعرفتي توفقي وكده، طب ما تدخلي هندسة ليه تدخلي بيزنس ومش عارفة ايه وكده. فجأة يعني صليت استخارة وفجأة لقيت نفسي بسحب الورق بتاعي من بيزنس وديته هندسة. ودي كانت القصة. ده فعلا. بس غريبه يعني، بس هو لكل مجتهد نصيب، ما فيش حاجه بتيجي سهل. ودلوقتي مش ندمانه خالص، بالعكس يعني حتى لما جيت اشتغلت حسيت ان ربنا خلاك الخير طبعا. يعني انبسطت قوي يعني، عجبني فيلد بتاع شغلي قوي بصراحه، فما حسيتش ان نفس الكلام برضو ولا ايه عليها؟ انت ما يعني ما كنتش يعني كان ليكي هدف ان تدرسي حاجه ولا هو المجموع اللي فرض علينا كده؟ هو انا كنت عايزه اخش ألسن عامه، بس هي يعني وقفت معايا على 1%. مش مشكلة بقى. بس فدخلت الكلية اللي انا فيها. جدا الدنيا قريبة جدا. بس عادي يعني، مبسوطة الصراحة. مش يعني سعيدة في دراستك يعني. وكده. يعني ما عندكيش أي أزمة. طب قولي لي يعني نرجع للفولي بول، خلاص يعني الدراسة والشغل خلاص. طب في الفولي بول يعني يمكن خلينا نرجع لنادي الشمس فلاش باك. أنت لعبتي فولي بول إزاي؟ بدأت إزاي؟ أنا بدأت وأنا عندي 10 سنين. بس متأخر. عشان انا كنت بلعب اصلا سباحه وجمباز قبلها. السباحة كل بتبتدي كل الناس كده. وكنت عايزه اجرب اي لعبه جماعيه بقى، باسكت او كده، بس بابايا كان بيلعب فولي فدخلت زي. طب حلو جدا. بس وبعدين عادي انا كنت داخله لقيتهم بقى خدوني في فرقه وكملت يعني. وبدات بعد كده بقى منتخبات وبتاع. الله، طب ما الفولي بول كويسه ايه، لا سيبنا بقى من السباحه وسيبنا من الجمباز. لا وقفت بقى كله. طب وانت يا مريم نفس الكلام؟ انا لعبت بالصدفه برضه. انا كنت بلعب سباحه برضو نفس القصه. وبعدين كان عندي انا عندي اخت اصغر مني، بس هي بطلت فولي دلوقتي. كانت بتلعب فولي، بس هي كانت مرتبطه بيا قوي. فبابايا في يوم استاذن المدرب ان انا انزل العب معاها علشان الرغم ده مش سنك. انت كنت اكبر. علشان بس اختي كانت خايفه قوي وكده. نزلت التمرين ما خرجتش يعني لغايه دلوقتي. بالظبط كده. رحت الشمس، رحت الزمالك، رحت لغايه دلوقتي بسبب ما هو منزلني التمرين. يعني كله ورا بعضه. بالظبط. بس يعني واضح ان انت يعني ونفس الكلام لعلياء، ان انتوا يعني الفولي بول بالنسبه لكم يعني مش موضوع رياضه والسلام، لا ده انتوا حبيتوه. يعني وانتوا صغيرين لما دخلتوا، لان انتوا كنتوا بتلعبوا رياضات ثانيه. ايوه. واللي بيخش رياضه هو حبيبها بيتفوق فيها، دي معروفه يعني. أيوة. طيب قولي لي لما لقيت الترحاب من جمهور النادي الاهلي ان انتوا انضميتوا وبداوا يجيبوا صوركم على الصفحات ويقولوا انضمام ويقولوا الصفقات وبتاع. أيوة. الموضوع ده بسطكم؟ قوي يعني. كنت طول عمري بسمع عن قد ايه الجمهور بتاع النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني، وان هو سبورتيف قوي للعيبه ويعني بيدعمهم قوي في اي حاجه حتى لو في مشاكل او كده. وعمري بقى ما كنت حسيت الاحساس ده غير بقى لما بقيت بقيت بارت من. طب واستغربت ان يعني الموضوع انتشر ازاي والناس عرفت كده بسرعه ازاي، ولا لان الناس عرفت والصفحات كتبت من قبل ما يتم الاعلان حتى؟ هو ما كانش في اي حد يعرف يعني. حتى صحابي في الفرقه هم فجاه لقوني في التمرين. يعني ما كناش قايلين خالص. بعدين فجاه انا لقيت كل يعني انا بجد صحيت من النوم في يوم لقيت موبايلي كله مسجز ان الخبر انتشر. ما اعرفش ازاي يعني، ما اعرفش الا مين عرف فقال مش عارف على طول في ثانيه. وانت نفس الكلام يا علي برضه يعني ولا يعني اكيد اول ما مضيتي او في كلام لقيتي صفحات بتكتب بقى يبعتوا لك اللينكات ويبعتوا لك الكلام ولا لا؟ انا اول ما مضيت برضه ما كانش يعني ما حدش قال حاجه خالص. بس وانا في معسكر المنتخب بقى لقيت بيج منزله الموضوع لقيت كله بقى بعدها كله بعت لك وكده وبتاع. طب ده بتحسي ان هو حاجه حلوه ان الجمهور بيرحب بيكي وانه عارف ان انت جيتي؟ يعني بتهيألي طبعا احترامنا والتقدير نادي الشمس نادي كبير ونادي يعني شقيق، ولكن بيبقى انت عارفه الانديه الجماهيريه بيبقى الموضوع غير. حسيتي الفرق؟ هو احساس مختلف قوي الصراحه. يعني ما كانش في الموضوع ده قبل كده خالص، عشان نادي الشمس مش جماهيري قوي برضو زي الاهلي. بس هو احساس حلو يعني. بعتوا لك الجماهير مثلا حبلوا يجيبوا الاكونتات بتاعكم على السوشيال ميديا وبعتوا لك صح؟ بعتوا لكم صح؟ نفس الكلام بعتوا لكم ورحبوا بيكم وبتاع والكلام ده كله. طيب شايفه ده ضغط حلو يعني ضغط كويس يعني؟ اصل في لعيبه خلي بالك في مثل دايما بيقول ان مثلا يقول لك بالذات في الكوره يقول لك مثلا تيشيرت نادي الاهلي تقيل في الكوره يعني.
هو مش تقيل عشان وزنه تقيل، هو تيشيرت، ولكن أيوة. المسؤوليات اللي بتلقى على عاتقك من أيوة. تيشيرت النادي الاهلي هي دي اللي تقيله بالظبط. واولها طبعا ان انت بتلعب لجمهور ما بيقبلش ابدا المركز الثاني. أيوة. شايفه ده ازاي؟ يعني انا سالت مريم حتى ما سالتكيش السؤال ده، شايفاه ازاي؟ يعني هو مش ضغط على قد بس ان انا حاسه مسؤوليه اكبر بكتير، وان انا لا عايزه يعني ما اغزلش الناس دي، وان انا عايزه اطلع كل اللي عندي بس عشان الناس دي تفضل مبسوطه بيا كده يعني. اكيد اكيد انا شايفه ده دافع مش حاجه سلبيه. لا لا خالص. طيب انا عايز اجابكم على طبعا ايه اللي شفتوه في النادي الاهلي مختلف عن اي مكان رحتوه، مع كل طبعا الاحترام للانديه الاخرى، ولكن استاذنكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع صفقات الكره الطائره سيدات علياء ومريم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اجيلك يا عليا يمكن او علياء يعني عشان يبقى عليا عليا صح؟ لا ماشي يعني اصل في البعض ما بيرضاش يعني ايه يعني الهمزه بتضايقه، فانا بحب ابقى حريص شويه. طيب اكيد انت لما جيت النادي الاهلي شفتي حاجه بتميز النادي الاهلي، يعني معلش اي مكان بتخشه مع كل الاحترام طبعا للانديه الاخرى، بس حاجه يعني ميزت النادي الاهلي، ايه اللي انت شايفاه مميز خلال الفتره اللي انت قعدتيها؟ السيستم صراحه اكتر حاجه اخذت بالي منها. كل واحد يعني من اكبر حد لاصغر حد كل واحد مركز في شغله، وناس محترمه قوي الصراحه. ممكن اي حد يبقى معدي في النادي بيجي بس ان هو يتكلم معايا عشان يشجعني، دي حاجه الصراحه ما شفتهاش في اي نادي ثاني. بس يعني شايفه العوامل دي تساعد على النجاح؟ يعني شايفه عليا الحاجات دي تساعد على النجاح؟ الصراحه يعني شايفاها حاجه كويسه جدا، وشايفه ان ده حاجه مختلفه يعني قوي، اتموسفير جيد للنجاح يعني. شايفه ان هو يعني بجد انا حاسه ان كل اللي في النادي اصلا اللي هو هم عيله كده، كله بيشجع بعض، وحتى لو مش بنلعب نفس الرياضه يعني. بس فدي حاجه مختلفه قوي الصراحه، كويسه يعني. ان شاء الله تنجحي باذن الله. مريم باشمهندسه بقى، انت شايفه ايه بقى في النادي الاهلي يا باشمهندسه مريم يعني مختلف عن اي مكان رحتي تاني؟ هي زي ما علي ما قالت، هو بجد اكتر حاجه واضحه قوي حوار السيستم ده، يعني ده ما شفتوش بصراحه في اي نادي تاني. في نظام، في نظام، وكل واحد عارف هو مسؤول عن ايه وبيعمل ايه، ومفيش حد بيتجاوز يعني حدوده مع التاني. وبرده تحس ان احنا كل نادي فاميلي يعني. بجد ناس كتير قوي نبقى مش عارفينها تلاقيهم جايين يشجعونا ومتابعين اخبارنا، وانتوا جبتوا مين وعملتوا ايه، كل الناس عارفه كل حاجه عن بعض، وتحس اكن النادي كله ماشي في طريق واحد ايا كان بقى اللعبه. طب ده بيخليك تركز في شغلك يعني، انت كلاعب بيخليك تركز في شغلك بس طبعا. تخلوش في اي حاجه، خلتش في اي يعني بجد مفيش بقى تفكير بقى في المواعيد والفلوس وهتنزل امتى وايه اللي بيحصل، مفيش اي حاجه خالص. بنروح التمرين نتمرن وبس، وعارفين ان كل واحد بقى شايف شغله في البارتس الثانيه دي، مش محتاجه ان انا اصلا اسال عنها او اتابع او اي حاجه خالص. انت لما كنت بره النادي الاهلي كان ليكي تصور معين، مش عيب على فكره نتكلم الكلام ده، على فكره لو في حاجه فيها انتقاد عادي جدا مش عشان قناه النادي الاهلي، ولكن انت بره كنت شايف النادي الاهلي بشكل اكيد، لما دخلتي لقيتي الصوره دي ولا لقيتي تفاصيل ما كنتيش شايفاها؟ يعني انا كنت دايما اسمع زي ما قلت لحضرتك على حوار الجمهور مثلا وكده، كانت كلها حاجات بسمعها، بس لما عشتها بقى اتاكدت انها فعلا الكلام ده مش مجرد كلام. لا لا يعني فعلا فكره ان الاهلي كيان لوحده ومنظومه لوحدها ده فعلا حقيقي يعني، ده عشناه بقى. عارف انا لما انضميت للاهلي وكنت بقعد مع فريق السله وكنا بنلعب مباريات وبتاع، واول سنه ليا قلت لهم يا جماعه بجد يعني، قلت اللعيبه كان جمال وابو خضره وكانوا لعيبه وكان الغنام، فكنا بقعد مع لهم يا جماعه انا جاي يعني بقول لكم المفروض النادي الاهلي ما يخسرش بطوله باللي انا شايفه ده. أيوة. بالسيستم بالمنظومه بالحاجات دي كلها انا شايف النادي الاهلي يعني ما يخسرش بطوله. ويمكن يا عليا انت برده نفس الكلام، مريم انت بره كنت شايفه صوره معينه النادي الاهلي وبيكسب وبطولات وبتاع، لما دخلتي لقيتي السبب ايه؟ عرفتي السبب ليه النادي الاهلي بيكسب؟ صراحه يعني انا كده كنت عارفه ان لا النادي الاهلي مختلف جدا، بيبان اصلا في الفرق بتاعته يعني، لا دايما فرق منظمه قوي ودايما داخلين بجد كده. بس انا كنت فاكره ان الموضوع هيبقى موتر، وان هو هيبقى موتر لدرجه ان انا اتضايق، بس هو طلع مش كده خالص. لا ده لسه الماتشات لما تبتدي ان شاء الله، وتبتدي تساهم في مكسب وتكسبوا وتلاقي نفسك في حقول وفرحه الجماهير بيكوا، لان انتوا دايما يعني اسم فتيات الذهب، لان هو من كتر ما شاء الله البطولات فانتوا هتبقوا كذلك ان شاء الله. طب خلينا نروح للمدربين، اكيد في مدربين لهم فضل عليكم، يعني مش لازم يكونوا من النادي الاهلي طبعا لان انتوا جايين جداد، بس حقهم عليكم في لحظه زي دي انتوا تذكروهم، يعني هل فاكرين حد من المدربين؟
في ناس كتير قوي، بس يعني سواء نادي او منتخب مش شرط نادي يعني. ايوه انا اكتر مدرب الصراحه كان فرق معايا من وانا صغيره كابتن محمد علي، كابتن محمد علي وكابتن اسلام المغربي برضو، هو بيمرن هنا في الاهلي بيمرن في الاهلي، كان بيمرنك في الشمس ساعتها ولا؟ انا كنت في الشمس بس كنت بتمرن معاه بس. وكابتن نور عطيه طبعا طبعا اول حد اداني فرصه في فيس جميل تيم، يعني جميل كابتن نور بجد من اكتر الناس اللي فرقت معايا يعني. وكابتن ايهاب برضو في المنتخب ممتاز، مرنت معاه 3 سنين ففرق معايا جدا بصراحه، كتير قوي مش عايزه صحيح. انسى حد بس احنا دي طبعا اكتر كل ناس احترام بس يعني يعني يمكن اللي جاي فاكراها. طبعا يعني عذر لو نسيتي حد، اكيد يعني مش بالظبط. مقصوده يعني. طب مريم انت في حد في دماغك مثلا كان ليه فضل عليكي مش لازم برضو هما نادي بجد منتخب؟ كتير قوي يعني، انا اتمرنت مع ناس كتير قوي، بس ممكن مثلا في الشمس وانا صغيره كابتن حمد سيد الله يرحمه، الله يرحمه. كابتن هيثم، كابتن هشام حجاج، كابتن توتو في المنتخب بجد. هنا لحد دلوقتي حبيبتنا هي انا اول بطوله لعبتها في المنتخب كانت هي المسكينه، وانا وقتها كان ما اتبعتش اسمي للنادي، والفرقه كانت معسكره مثلا سنه ونص والبطوله بتتاجل، وبعدين كان في ماتش شافوني فيه وكانوا فاكريني ان انا اصلا في سني الاكبر عشان انا مش موجوده في المنتخب، وفعلا اتجمعت مع الفرقه الاكبر، ولما رحت وكابتن توتو شافتني وعرفوا بقى ان انا اصلا سني اصغر ضمتني بقى للفرقه. وحظي في البطوله دي كان في لعيبه في نفس مركزي وسايط كبيره قوي قوي، وهي بجد وقفت في ظهري وما فرق لهاش ما كل الكلام استجابتش ده لأي الضغوط دي خالص خالص بجد، وخدتني مع يا ان رب انا كل الناس تبقى زي والله يعني تهاني توصل مع ان لله. انا كان قبل البطوله ب5 شهور، وهم بقالهم سنتين مثلا سنه ونص ولعبت البطولة دي وكنت هي شافت أساسي انت الأكفأ وما استجابتش. لا كابتن تهاني توسن صاحبة مبادئ بالظبط وبنت النادي الأهلي، وهي لما بتقعد في مكان أو بتبقى في مكان بتقول لا أنا يعني هعمل لمصلحة المكان ده. هي رول موديل لكل اللعيبة يعني كده كده. طيب خلينا نتكلم عن المنتخبات، إيه أهم البطولات اللي أنت خدتوها في المنتخبات اللي ما تنسوهاش، خاصة إن أنتوا ممكن تكونوا لعبتوا مع منتخب مصر مع بعض أو حاجة؟ لا وأنا وعلي عمرنا ما لعبنا، هي علي أصغر مني في المنتخب الأصغر مني، فانا كان يعني انا سني مع ساره امين وايه خالد وكده. لا انا قصدي يعني مش قصدي ان انتوا يعني ممكن تكونوا لعبتوا مع بعض، مش لازم تكون بطوله مع المنتخب، بطوله دوليه لعبتوها مع بعض، انا قصدي اقول ايه البطولات اللي في ذهنك مش هتنسيها، سواء منتخبات او منتخبات كبيره، بطوله ممكن عالم. هو لعبت احنا لعبت انا لعبت 5 بطولات افريقيا و4 عالم تقريبا، دول الشباب يعني قصدي شابات يعني. انا لعبت في كل السنين يعني شقيت شابات 23 فيرست تيم. حلو. ممكن اكتر بطوله اللي هي اول واحده خالص اللي قلت لحضرتك بتاعت كابتن توتو، تمام دي اكيد مش هنساها مش هتنسيها طبعا. طبعا وبرده اول بطوله تصعدتها كنت شابات تمام وتصعدت 23، كان كابتن بلوف وكابتن هشام صالح، فبرضو دي كانت بطوله مهمه قوي بالنسبه اكتر لي. بطوله من دول يعني ده السي في، انا عايز بطوله انت كده نشيني عليها قولي هي اول دي بطوله ليا اول مع بطوله مع كابتن تهاني توتو. توسن. دي كانت سنه كام؟ 2013. خلاص بص بيبقى هو في حاجه كده في ايوه دماغ اللاعب. طب بالنسبه لك عليها انا اول بطوله برضو توت افريقيا في الجزائر سنه كام؟ 2014. كان عندي كام سنه؟ كان عندي 13 13 صغننه خالص بس او مساعدين 14. لا 14 بس 14 مساعدينك مع الاكبر منك. انا يعني رحت ليله السفر بس كنت بتلعبي مع الاكبر منك. لا ما شاء الله عشان انت كان مستواكي فارق. الحمد طب لله. ليه رحت ليله السفر؟ ليه اكيد عشان ليها ذكرى؟ حد اتصاب؟ سبحان الله انا كنت مكتوبة. مشيت قبلها باسبوع اصلا، بعدها ليله السفر بقى لقيتهم سبحان الله بيكلموني. مكتوبة تحصل كتير. طيب رحتي اديتي كويس؟ الحمد لله، ما عشان كده فاكراها قوي. سبحان الله 2014 صح؟ ورحتي واظن بقى لما بتلعبي وانت صغيره مع المنتخب ده لما يجي يجمع سنك بقى خلاص يا باشا بقى مين بقى انت بتكلمني في ايه بقى ده انا لعبت مع الادب، فطبعا بتحس انت رايحه من المنتخب انا رقم واحد صراحه. بتاخده صح؟ ايوه. لا يعني مش قوي كده لا بس. بتبقى كده لا بتبقى لا كده والله لا والله بتبقى كده لا بنمشي برضه صح. لا ما بتبقى قلق عشان انت ناجحه، انما في العادي طالما انا لعبت مع الاكبر مني انا مريت بالظرف ده، لعبت مع منتخب مصر الكبير وانا كان عندي 21 سنه، قعدت 10 سنين انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ في ثقافه انا لعبت وانا عندي 21 سنه. أيوة. فهي بتبقى البدايه بالنسبه للعيب هي بتبقى هي دي. أيوة. يعني انت فاكره البطوله دي مين كان مدربكم؟ كابتن ايهاب. كابتن ايهاب عشان كده انت افتكرتيه. ايوه سبحان الله مكتوب لك كابتن ايهاب علي صح؟ راجل ممتاز جدا ولسه كسبان مع منتخب الناشئات امبارح. ايوه طيب خلينا نروح للي بعد كده، يعني احنا اتكلمنا طيب في ذكريات، يعني سيبك بقى من اهم بطوله، بيبقى في ذكريات معينه في السفريات بالذات بره مصر، موقف شنطه اتنست، شنطه ضاعت، مش عارف حد الطياره فاتتكو،
باد ويزر في طياره خدته مطبات جامده. يعني في موقف كده انا بالنسبه لي في مواقف في دماغي محفوره. يعني احنا في بوتسوانا مثلا كان عندي بطوله في بوتسوانا. بوتسوانا دي في افريقيا. حلو. شنطنا كلها اتاخرت كلها. كل الفرقه كل البعثه كل الفرقه مع الشنط. وصلت المطار هناك فين الشنط؟ ما فيش. وقعدنا 3 4 ايام ما عناش حاجه وبنتمرن باللبس اللي احنا جايين بيه وبنغسله. وكنا كمان قاعدين في دورمز بتاعه جامعه. فكانت كارثه. وشباك اوضتي كان مكسور وعلى شجره على طول كده. وكان في تعبان بياكل يمامه على الشجره. كانت جميله. بجد. وقرود بتطلع وحاجات كده. بجد ده مش دورم ده غابه. كارثه والله. وفاكره ان انا بعدها حصل لي يعني احنا كانت الميه بتاعه البلد دي فيها نوع بكتيريا اسمه اميبا. اميبا طبعا معروف. فرجعت من البطوله عندك اميبا؟ لا اول يوم في البيت لقيت شعري كله بيقع كله بيقع. الله. واضطريت بقى اقصه خالص بقى وكده بسبب الاميبا. شعري ما بتعملش كده في الشعر بتوجع المعده. لا ما هو احنا ما كانش ينفع نستخدم الميه بتاعه الحنفيات بس بتستخدموها في غسيل. فاضطرينا بقى تغسلوا الشوكو بتستحموا بيها. هو ده عشان كده جت في الجلد. جت في ناس جالها انفكشن في جلدها. انا الموضوع قلب في شعري بس الحمد لله يعني خلاص. ذكرى مش حلوه خالص. ذكرى مش حلوه. انا كان قصدي على الذكريات مش حلوه. لا ما يعني لا لا بس بتفتكرها يعني. جميل جميل. لا لا ما هو انت بتفتكري. ما هو ده جزء من شخصيه اللعيب. الناس اللي فاكره ان اللعيبه بتسافر تتبسط وتتشوبينج وبتاع. لا ما فيش كلام من ده زي ما انتم شايفين. طب عليا ما يعني مواقف كتير قوي صراحه. مش اديني موقفين يلا انا معاكي. يعني انا مثلا دايما بنسى الباسبور في الطياره. الله. لا ده انت عظيمه جدا صراحه. لا ده انت عظيمه جدا. نقعد اصلا الطياره دي لوحدها بنبقى كارثه. نقعد نتمشى بقى براحتنا ننسى الباسبور. نسيتيه كم مره؟ مرتين ثلاثه. يعني ويرجعوا يجيبوه. لو نسيتيه في مصر مش مشكله المهم ما تنسوش بقى. لا في الطياره وانت رايحه هناك بره. طب وايه تاني موقف تاني؟ في سفريه في مثلا هي حاجات مش فاكره المفروض اقولها ولا لا. يعني في صعوبات في افريقيا مثلا. في مدغشقر. الاكل كده كده. جميل. طب انتوا يعني مدغشقر يعني المفروض الدنيا جميله بالنسبه لكم. مفيش وقت نتعلم الكلام ده. تونه بالبصل تونه بالفلفل. بس في مدغشقر يعني احنا وزعنا الاكل. وزعتوا الاكل. وطبعا وانتوا طالعين ماما بتديكوا كل حاجه في الشغل. الجو الجميل ده. انا مش عايز اقول لكم قد ايه انا سعيد جدا بيكم وان شاء الله انا متفائل خير بوجودكم في النادي الاهلي. عاليه طبعا عاليه هاني. بشكرك نورتينا وشرفتينا. شكرا. مريم اقول لك يا باشمهندسه ويا كابتن يا باشمهندسه. مريم ثروت بشكرك نورتينا وشرفتينا وكل التوفيق ليكم ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا وتعرفنا بنجومنا وصفقاتنا الجديده في الكره الطائره سيدات. انتظرونا برنامج الابطال وحلقه جديده وان شاء الله ابطال جداد. شكرا جزيلا على حسن المتابعه.